مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتروك. راح بي ضيوفي في هذه الحلقة كم الكابتن مشتاق كاظم ابو الهيئة الإدارية نادي النفط. أنا وسلم بيك. مساء الخير عليك إن شاء الله. مساء الخير على أخويا وسلم بيك. وأخيرا مساء الخير على الجمهور العراقي. وأخيرا بعد عناء طويل بعد عناء عبلوم وسيد حسين تجي. أنت الخير والبركة إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك كابتن، وأرحب أيضا بزميل الصحفي والإعلامي مدير المكتب الإعلامي لنادي الطلبة الزميل ميثم الحسني. أهلا وسهلا بيك وبارك لك المهمة الجديدة، وانت اهل لهذه المسؤوليه ان شاء الله. الله يبارك فيك استاذ داود، تحيه لك وتحيه للدكتور مشتاق ولجميع متابعي يو تي في. وسهلا بيك ضيوف، واهلا وسهلا بكم ضيوف اعزاء. ابدا الحلقه بابرز العناوين. المدرب يحيى علواني يشكو الاهمال الحكومي بعد تدهور حالته الصحيه. المدرب حسن أحمد يدعو اتحاد الكرة لتدقيق في شهادات المدربين العاملين في دوري نجوم العراق. مدربون يؤكدون أن خطوة توجه الأندية نحو التعاقد مع مدربين أجانب لن تدوم طويلا. في هاتريك الليلة، شروط المشاركة في دوري النجوم تؤرق الأندية. اهلا بكم، كانت هذه ابرز عناوين حلقتنا لهذه الليله. خل ابدا بلقاء سريع كان مع الكابتن يحيى علوان مدرب المنتخبات الوطنيه السابق بعد ان تعرض لازمه صحيه، وعلى اثرها رقد في المستشفى وايضا في البيت. نتمنى له السلامه، وايضا الان رجع يمكن الان يختلط بزملاء المدربين اللاعبين الدوليين السابقين. وأحمد سعيد اليوم التقى به في مركز إفرست، كان هناك ندوة اليوم ووجه عتب بسيط للحكومة العراقية. خلينا نتابع. دكتور، بداية مشتاقين لك والحمد لله على السلامة. بعيد عن الإعلام، طمنا على وضعك الصحي دكتور. والله الوضع صحي الحمد لله والشكر ربي، بس بقت يعني شغلات بسيطة بالجانب البدني، يعني معناه العلاج الطبيعي، بس بالنسبة لل أمور الأخرى يعني الصحية الحمد لله جيدة يعني. إيه. زين، كانت أكو معلومة بأنه مجلس الوزراء يتكفل برحلة علاجك، وين وصل هذا الموضوع؟ والله بالحقيقة ما أعرف ليش ما طلع اسمي، يعني طلع أستاذ أكرم سلمان الله يعطيه الصحة والعافية، أستاذ ظافر أبو كرة اليد، ف يعني ما أعرف اسمي ليش ما طلع، ما أدري السبب شنو. رغم اني يعني وقعة صحية وقعدت فاقول الحمد لله. حاولتوا تتواصلون ويا رئاسة الوزراء الشباب ابنائك يعني تواصلوا؟ يعني خوب انا زارني استاذ اياد ابنان للبيت بس ووعدني هذا الشيء، بس ما اعرف ليش ما طلع اسمي، ما اعرف يعني شنو السبب ما اعرف. الكاميرا لك دكتور، شو توجه رساله لرئيس الوزراء مستشاري رئيس الوزراء، شو تحب تقول؟ الحمد لله الحمد لله شكرا، يعني طالما يعني ما طالب من عندهم في شيء اي يعني ما طالب، بس انا اقول ليش مثلا يحيى علوان ابعد عن القائمه، يعني ما مثل البلد، لو ما جاب نتائج، لو عنده اشياء يعني خارج مزينه، بالعكس احنا مثلا البلد باحسن يعني تمثيل، ورفعنا العلم العراق واسم العراق عاليا بأكثر من مناسبة. دكتور أنت لاعب كبير، مدرب كبير، كنا نفتخر بك كإعلام، لكن يعني في هذه الفترة من زارك من المسؤولين يعني سيد الوزير رئيس الاتحاد؟ يعني أنا بالبداية رئيس مجلس اسمه وزير الدفاع، العفو وزير الشباب جاني المستشفى، وزير الصحة خابر علي أكثر من مرة يعني مشكورين، رئيس نادي الكرخ مشكور، رئيس نادي الزوراء استاذ فلاح حسن مشكور، بعدين جاني استاذ عدنان درجال، يعني بعض الاصدقاء، هيئات اداريه، لاعبين، يعني قسم ما قصروا هواي واشكرهم، يعني قسم من المحافظات يجوا عليه، من المحافظات يجون للبيت يسالون ما يندلون هم، لا الله يخليك، يعني ما يندلون البيت يسألوني، لا خابرون ابني، لا ياخذون تليفوني، ودزلهم اللوكيشن مال البيت يجون عليه،
يعني هم دلال هاي مشاعر حلوه وجميله يعني من عندهم موجوده. سؤال اخير للوسط الرياضي شلون نشوفه خلال هاي الفتره؟ والله بالحقيقه احنا يعني اشوف برات شويه اكو تهميش المدرب العراقي المدرب المحلي يعني هذا فات خطا جدا كبير يعني كون كان ما تشلع جذورك يعني هذا يعني ممتاز لانه يودي الرياضه العراقيه بداهيه يعرف معناها يعني مو اكو مرات شويه بعض الاشياء تدخل بعقول الناس انه المدرب الاجنبي المدرب الاجنبي اللي يجيك كان درب فريق بنادي بملعب بلده اجانب الزينين الصدق المرموقين يدربوك لو تعطوهم مبالغ جدا جدا عاليه عرفت شلون حتى يجي يدربك بس ما اللي يجوا مدربين اسماء اكو مدربين جو يشتغلوا عندي مساعدين كانوا يشتغلوا عندي عرفت شلون يعني وقسم من عندهم جو هنا قدموا يعني دورات تدريبيه جماعتنا وهم كانوا عندنا مساعدين يشتغلون اي يعني عرب اجانب حاليا يعملون بالدوري مدربين اي يعملون بالدوري مدربين هسه يعني فش اقول انا اقول يعني هذا البلد له ناسه واهله ولازم هم يعني ما نقول احنا لا تجيب اجنبي لا ما نقول لا تجيب جيب بس لا تبالغ بانه انت تشتث امور يعني فكر لان التدريب فكر التدريب يعني شوف حتى الاتحاد الدولي يقول لك لا تبتعد عن التدريب اذا ابتعدت عن التدريب راح تدخل برش تدريبيه لانه راح تهبط من مستواك الفكري عرفت شلون فشلون زين انت شلون اذا تمنع اجيال للتدريب عندنا اجيال جديده احنا شلون ما تعطيها الفرصه لان تعمل بالعكس وهذا البلد بلدهم هم مو بلد واحد واحنا الان هسه نشتغل بفكر واحد وهذا خطا يعني أول شيء ما عدنا لا لجنة فنية لا عدنا لأنه هسه شوف بتصفيات كأس العالم راح نعرف شنو دور اللجنة الفنية شلون لها دور شلون لها تأثير تبين 100% مو أنت إذا تعطي فكرة واحدة ويا مدرب الفكرة واحدة ما تفيده لازم تعطي عشرات الأفكار حتى يشتغل عليها يعني شوف أنا أتذكر مثلا بالمنتخب الألماني لعبوا بكأس العالم المدربين الأندية اللي هم في ألمانيا كانوا يعطون لكل مباراة تقرير للمدرب حتى يعطوا أفكار ساعدة بالعمل والقرار هو للمدرب لكن يعطوا أفكار احنا محتاجين الأفكار الفكرة الواحد غير كافي عرفت شلون يعني هسه تعد لك مدرسة إذا بيها بس مدرس شوية يدرس زين يضيع المدرسة بس من عندك مجموعة من المدرسين عندهم قدرات وقابليات شلون يطلع عندك طلاب شكرا الكابتن ودكتور يحيى علوان على هذا التصريح الكابتن حسن أحمد ذكر بأنه كان هناك اجتماع مع المدربين مع رئيس الاتحاد طالبوا بتدقيق شهادات المدربين اللي ما يملكوا شهادة البرو باح يمكن كان زميل حسين الخرساني مدير إعلام دوري نجوم العراق كان له تصريح معانا حول هذا الموضوع بأنه لا تحايل على القناة أو الحيلة الشرعية لأنه مدرب ما عنده برو يجيبون مدرب آخر هو عنده برو ويكون هو المدرب اللي يحمل شهادة أي هو يقود الفريق هذا الموسم حسب قول اتحاد الكرة ماكو استثناءات خلينا نتابع شنو قال الكابتن حسن أحمد يوم أمس خلال يعني اجتماعكم مع رئيس اتحاد الكرة الكابتن عدنان درجال يعني تطرقتوا إلى يعني تفاصيل مهمة يعني أهمها يمكن منح المدرب المحلي فرصة العمل مرتين فرصتين وأيضا يعني موضوع التركيز على المدرب الأجنبي في هذا الموسم ربما يقلل من فرص المدرب المحلي احنا تطرقنا على نقاط كلش مهمة أستاذ أحمد والكابتن عدنان يمكن نعجب بهاي النقاط في سبيل أنه التحقق منها يعني الأخوان طرحوا بعض النقاط أنه بعض المدربين اللي ما عندهم شهادة وهو أكد هاي السنة يعني لا يوجد استثناء يمكن السنة الماضية أستاذ أحمد استثنى أنه ما عنده برو لكن اللي وصل للأستاذ عدنان أنه أكو بعض الأندية تزور شهادات مثل تأخذ شهادة برو وتخليها باسم هذا المدرب وهو أستاذ عدنان
قال هاي ولا ممكن هاي راح يصير، راح اسوي لجنه تحقيقيه، واللي مسوي هذا العمل راح ينحال الى المحاكم بقضيه التزوير، لان هذا تلاعب وراق رسميه، انه انت جايب مدرب هو ما عنده شهاده برو، وجايب شهاده برو تخليها باسم المدرب تنزلها على السيستم، فهنا راح يصير تحقيق. بالعكس هذا الشيء انا اشوفه جيد جدا، جيب مدرب على مستوى عالي. حتى انه النقطه الثانيه اللي طرحوها الاخوان، طرحوا مساله اعطاء فرصتين للمدرب. انت تعرف النوبات فشل المدرب، انه ما يكون هو المدرب فاشل، إدارة وتمام جوانب إدارية هي تلقي بظلالها على المدرب وتفشله وتريد تخلص منه، لأن ضغط جمهور أنه طلع. زين المدرب شنو ذنبه أنه بعد يبقى قاعد موسم كامل أو ينزل يدرب أدنى؟ فهذا الأمر انطرح عليه، والكابتن عدنان وعدنا أنه راح تكون دراسة سريعة في سبيل تعديل هذا الجزء. الكابتن قحطان كثير تحدث عن تعاقد ادارات الانديه مع مدربين اجانب، نتابع. يعني تجربه المدربين الاجانب في دورينا يعني زادت في هذا الموسم، يعني انديه كثيره ذهبت باتجاه المدرب الاجنبي. هذه الخطوه صحيه؟ كيف تنظر لها؟ هل هي ذا فائده للكره العراقيه؟ بالنسبه للمدرب اذا كان اجنبي او محلي، او يعني من حق كل نادي او اتحاد يستخدم المدرب اللي يلبي طموحاته يلبي أفكاره، فهذه تجربة يعني احنا دائما الناس تحب تجرب، خلي يجربون المدربين، وهي ظاهرة طبيعية. المدرب الجيد هو اللي يحقق أهداف اللي يرسمها النادي، وراح نشوف احنا ان شاء الله يتوفقون بالدوري، بها فائدة للاعبين لهذا. بس نتمنى انه نفس الطلبات اللي يطلبها المدرب الاجنبي تتنفذ للمدرب المحلي، فهي ما بيها شيء، ظاهره طبيعيه، وان شاء الله تكون النجاح للكره العراقيه من خلال استقطاب المدرب الاجنبي. بالتالي يمكن بعد موسمين المدربين المحليين يعملون كلهم بالدوري الممتاز، تعمل بالدوري الممتاز؟ عادي، كل مدرب عنده ظروفه، وكل مدرب يعني يقدر يعمل بأي مكان، فهاي بعد ترجع للمدرب المحلي مدى تطوره، مدى ثقة الإدارات بالمدرب المحلي. محور حلقتنا لهذه الليلة طبعا راح يكون مع نزيه الركابي وحيدر محمد، لكن احنا راح نحكي اليوم بشقين. الشق الأول راح نحكي على اجتماع الأندية وشروط المشاركة في دوري نجوم العراق للموسم القادم، وأيضا راح نتطرق لقائمة المحترفين اللي أعلن عنها الاتحاد الكرة والمدرب الإسباني كاساس للمنتخب الوطني. تابع هذا التقرير. موسم جديد على الأبواب أكثر هدوءاً من المواسم السابقة، تلك المواسم العجاف التي لا نعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، والأمل معقود على الموسم الجديد الذي يبدو إنه أكثر تنظيماً من سابقه، خاصة في ظل البحبوحة المالية والدعم الحكومي المتواصل. ولأن المال عصب الأندية، فإن أنديتنا انتعشت بعض الشيء وصار لديها ما يكفي لسد الاحتياجات، لكن ما ينقص بعضها هو عدم التعامل الجيد مع الأموال المدفوعة لهم ووضعها في غير مكانها. حالهم أشبه بمن عثر على حجر كريم رماه في النهر ليرى تموج المياه. أما على صعيد المسابقة فإن الموسم القادم ستكون له رزنامة واضحة والتأجيل غير مسموح به، كما إن معضلة البلاي أوف قد انتهت، وهذا يدل على أننا نتعلم من أخطائنا لتحسين نظام المسابقة. وما نتمناه أن نرى موسما جديدا يوازي حجم التصريحات والاجتماعات والشعارات، وألا يكون فحواه ظاهريا فقط، بل نأمل أن نرى به مستوى فني يرتقي للطموح.
شكرا لنزيه وحيدر، وجدد ترحيب بضيوفي الدكتور مشاق كاظم، اهلا وسهلا بك، وزميل ميثم الحسني، اهلا وسهلا بكم ضيوف اعزاء. ابدي وياك، هواي اعتراضات صارت عندكم بالبدايه، واجتماع نادي الكرخ يمكن كان الكابتن نعيم صدام يوم امس عندي وقال هاي لاول مره انه كان هناك مقترحات قدمت لاتحاد الكره قبل بدايه الدوري، وهاي انا وجهه نظري ظاهره صحيه جدا كانت انه تجتمعون وتقدمون مقترحات، مو انه يبدي الدوري بعدين تقومون تعترضون. بصراحه هيك هو هذا اللي صار كل موسم. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه انا اقول الصحه والسلامه للدكتور يحيى علوان استاذنا وحبيبنا، اتمنى من دوله رئيس الوزراء المحترم هو داعم للرياضه يحيى علوان قيمه كبيره بكل شيء، اتمنى كل الرياضيين او الاتحاد العراقي المتمثل بالكابتن عدنان درجال المساعد للكابتن يحيى علوان، قدم الكثير للبلد وخدم الكره العراقيه. صحيح. هذا واحد. نجي على الاجتماع اللي صار بنادي الكرخ، يمكن هذا اول اجتماع انا اشوفه حاله صحيه، بنفس الوقت الانديه قامت تفكر بصوت عالي. حلو. كل الانديه المواسم السابقه نفكر بالجروب، عندنا جروب او نحكي بياتنا ونطلع بقرار، بس انا اقول الاجتماع الاخير انا اقول اجتماع مثمر مع الاخوان الاتحاد مع الكابتن عدنان درجال، فانا ارجع واقول كنا مركب واحد اللي كان الاتحاد او الانديه، احنا اللي ننجح المسابقه. يعني كل مرات احنا مسيح اعتراضات، احنا مو ضد الاتحاد، انا اقول خطوات الاتحاد خطوات تقول صوتكم لازم يكون نعم. انتوا هي عامه، هذا واحد. انا اقول يعني انتوا لازم اللي 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 تقترحون وايد. انا اقول الحمد لله خطوات الكابتن عدنان درجال او خطوات الاتحاد خطوات جباره، اكو نقله نوعيه من الدوري، اكو يعني موضوع الملاعب، موضوع الفار، يعني هواي صارت امور انا اقولها كلها بها عوامل نجاح، بنفس الوقت اكو سلبيات لازم نقضي عليها، وهي السلبيات قدمناها لاخوان باتحاد الكره والحمد لله كانوا متجاوبين يعني، اكو اكثر النقاط احنا متجاوبين يعني. من ضمن النقاط يمكن انا احكي من جانب فني، هنا انا اقول قريب عن الجانب الفني، اقول احنا التوقيتات كانت صعبه على الانديه، يعني يمكن كل يومين وثلاث هاي اللعبات يعني راح من عندنا الجانب الفني. صح. يعني يمكن المرحله الثانيه الشوط الثاني ما كل لعب، دائما يصير مشي، وانا دائما اكد يعني لعبتنا الخميس احنا ويا البصره، رجعنا الجمعه فتحينا السبت لعبنا الاحد، حكيت ويا الاستاذ تيباس حتى بوقتها قال احنا عندنا فريق عمل وثبتنا هاي النقاط، يعني احنا بعد فريق يلعب محافظه اسبوع، الاسبوع الثاني لازم ما يلعب يعني حتى يصير مساحه من الوقت. حلو. بنفس الوقت حكينا على موضوع الملاعب. موضوع الملاعب الحمد لله نشكر دوله رئيس الوزراء تخصيص الملاعب، يحصل كل ملعب يعني ناديين، وهذا خطوه جباره. انا اقول دوله رئيس الوزراء داعم يعني كره القدم او داعم الرياضه بشكل عام، هاي في الشيء خطوه لازم نستفاد من عندها. الموضوع استغل هذا الموضوع، انت بتقول انت اليوم دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني احنا جاي نشوفه قاعد يدعم نعم للرياضه، ليش ما استغل انا هذا الموضوع اليوم حتى في عمليه انه بناء الملاعب بناء مراكز تدريب، وهذا اللي قاعد نتكلم عليه. والله انا اقول كل خطواته خطوات جباره، يعني دي يشتغل ويعني فتح لنا هوايه امور، وانا اقول فتح لنا هوايه افاق. يعني نقول يعني احنا نقول منها مدينه رياضيه نادي النفط الرياضي، يمكن احنا تاخرت صار لنا حوالي من 2014 نعاني صار 10 سنوات اي، يعني الحمد لله وجه هو طلعوا نفس المكان نفس المكان طلع لنا فريق عمل بتوجيه من السيد الوكيل حمدي الزوبعي المحترم، رئيس النادي حسين طالب المدير العام، يعني كلها تعاونت ويانا، يعني كلها تعاونت ويانا، طلعت اللجنه يحسن ملعب دولي 15 متفرج. حلو. عندنا مسبح دولي، قاعه مال سله دوليه، وفندق خمس طوابق، هذا حيصير يعني تحفه لملاعب بغداد، يعني ملعب المدينه، ملعب الزوراء، ملعب الشرطه ان شاء الله يخلص، هاي الملعب الشعب، يعني هاي بغداد يصير ملاعب على مستوى عالي، انا اقول هاي خطوات. نجي على الاجتماع من ضمنها موضوع الفئات العمريه، يعني شروط الفئات العمريه نشارك باربع فئات، الرديف، الشباب، الناشئين، الاشبال. بس احنا كنا نعاني العام من الدوري مال الفئات العمريه ماكو بين تنظيم، وهي من اخطاء العام. صح. يعني نلعب احنا نلعب الدرجه الاولى يلعب مع الدوري نجوم العراق ويلعب مع الدوري الممتاز، احنا هسه فصلناها كل فئه لازم تلعب بحده، يعني دوري نجوم العراق يلعب بحده فئات العمريه زين، دوري ممتاز بحده، درجه اولى بحده، ودائما يصير لازم ذهاب واياب ويراعون التوقيتات، مو بالامتحانات مال المدارس لان هي ياثر على الطلاب، وكل الفئات العمريه تعرف طلاب احنا ما يعني يعرفون الدراسه. الموضوع الاخ موضوع الست محترفين. موضوع الست محترفين كل الشارع الرياضي استاذ داوود، كل الشارع الرياضي، كل المعنيين ما حد احترض على ست محترفين، بس انا الوحيد بالاجتماع الانديه مع الاخوان الاتحاد
وتخبلوا الاتحاد، قلت لهم احنا أسوأ قرار اتخذه الاتحاد العراقي لكرة القدم 6 محترفين. قالوا شلون؟ قلت لهم احنا بعد ما نقدر نصنع لاعبين، لان احنا دائما تسألني النفط انت تجيب العمود الفقري، اجيب قلب دفاع، اجيب ارتكاز، اجيب مهاجم. 20 فريق جايبين ذني المراكز، احنا هسه بالمنتخب العراقي دنعاني من قلب الدفاع، دنعاني من ارتكاز، دنعاني من المهاجم. يا اخوان خلينا نسوي 3 محط قبل. حتى الاخوان الانديه ما حد احترق للامانه، بس واحد من الانديه موجود قال لي احنا دائما اللاعب المحترف ارخص من اللاعب كابا. هذا تفكير خطا. احنا نجيب لاعب راخ هاي دقيقه اوقف فوق فاي اوقف عده هاي نعم اوقف عده صحيح لا انا اوقف عده شنو اللاعب المحترف ارخص يعني انا اروح اجيب واحد على قولت كابتن ابراهيم سالم وجه له تحيه قال اكو لاعب محترف جابوه بنفر كنتاكي لا احنا ما تتخيل والله هاي موجوده وحكاها نايم بالبرنامج احنا كل وجهات النظر محترمه بس احنا نجي اكو جانب فني احنا لازم نبوع من جانب فني نجيب محترف على مستوى يخدمني للكره العراقيه احنا منتخبنا يا اخوان ديعاني سنه بعد سنه ديعاني لحد ما عندنا قلب دفاع شوف هسه قامت المنتخب قلب دفاع ما عندنا مو مستوى الطموح مالتنا ارتكاز من امجد عطوان ومن يعني من راحوا هذا الجيل راح ما عندنا مهاجم عندنا بس ايمن يعني ميمي وضع اصابه مالته وعلى عباس وضعه الطبيعي دنعاني يا اخوان خلينا نسوي 3 محترفين وما حد قبل حتى اخواني الاتحاد قالوا يا هذا الكلام هذا عوفه يا اخي شو ليش عوفه ليش عوفه انا بدي احكي من جانب فني انا داخلي من الكره العراقيه بس تجوز تقول لين انا ما اقدر اجيب 6 محترفين لا 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 مو هذا الباب أيه. انا افكر بالمنتخب العراقي احنا هسه كنا قاعدين شو نريد؟ نريد نصعد لكاس العالم شلون نصعد لكاس العالم؟ اكو لازم شروط واكو عوامل نجاح شنو عوامل النجاح؟ هي من ضمنها هي هذا مال المحترفين كارثه انت زي. اضرب هسه يعني كل فريق يلعب بس 4 محليين احنا ما اعطينا قيمه للاعب المحلي هسه انا مو ضد اللاعب المحترف بس يا اخوان هسه واحد قال لي السعوديه قطر هاي كلها من محترفين 9 اكو انديه طلبوا انه حتى اللاعب اليمني انه يسجل لاعب محلي حتى يصيرون 7 احنا السعوديه وقطر اسسوا صحيح 10 سنوات تاسيس خطه مستقبليه اللي صار وصلوا لهي المرحله احنا بعد لنا وقت حتى نوصل لهي المرحله يا اخوان 3 محترفين جد نحكي بصوت عالي بكل لقاءاتي انا لحد هاي اللحظه بكل لقاء اقول انا اقول اسوء قرار مع 6 محترفين اسوء المجال ايه اعطي المجال مساء الخير زميلي مهتم يعني انا خل ابدي وياك وين ما انتهى 6 محترفين يقول هي قرار يشوفه خاطئ من وجهه نظره دكتور مشتاق شوف داود بصراحه يعني هي يحمل شقين يحمل شق انه في حال تطوير بقيه الفئات ودور الممتاز ان يعني يكون بذات المستوى مثل ما يعني هي تقريبا تجربه مستنسخه من الدوري السعودي دور روشن ويلو فاعتقد انه الموضوع لا باس به بشرط ان تكون الاهتمام بالدوري الدرجه ممتازه وبدور الرديف باهتمام عالي المستوى بحيث يفرز لك لاعبين لانه دكتور مشتاق ركز على نقطه مهمه انه هي اختفاء بعض المواهب في بعض المراكز وفعلا صارت أزمة حقيقية عندنا بهذا الموضوع لكن يجب أن كل الأمور تعالج بشكل مثالي يعني لا يمكن أنه أن نتحدث عن مشكلة بجانب ونهمل الجانب الأخرى الأندية يمكن أستاذ مشتاق ركز على أنه أكو فقر في بعض المراكز وهذا فعلي يعني بصراحة لكن انت لو كان تريد تطبق حاليا تطبق انه 3 محترفين انا متاكد الانديه راح تعاني هذا شو وقت ممكن نقلص دور المحترفين في الدوري عند ما نفعل دور الرديف بشكل مثالي ينتج لاعبين حتى نقدر نسيطر يعني انا متاكد الانديه كلها في حاله بحث دائم عن المراكز اللي تحدث بها اللي هي المحور لحد الان احنا عندنا شحه بهذا الموضوع ف إذا أنت مباشر أنه تقلص عدد المحترفين أنا أعتقد أنه راح يكون المستوى مستوى الدوري متدني بشكل واضح فعليه يجب أن يكون التقليص بشكل تدريجي نعم أنا أتفق مع التقليص لكن بشرط أن يكون تدريجي حتى على الأقل نمنح فرصة للاتحاد أنه يعالج من خلال دوري الرديف موضوع حتى دوري الفئات العمرية أنتم كنادي الطلبة إدارة النادي أنه راح تكون 4 فرق لو 3 كل بعض قالوا 3 نقدر نشارك شوف داود بصراحة يعني احنا دائما نقول 4 احنا دائما نقول الإهمال يعني الوجه الآخر للاتحاد نجاح الدوري
والصورة الجميلة اللي صدرها اتحاد كرة القدم في الدوري نجوم العراق العام الماضي، يبقى الوجه الآخر اللي هو بحاجة إلى كثير من الرتوش هو الفئات العمرية. الفئات العمرية مهملة بشكل كبير، يعني تحدث كابتن مشتاق عن كثير من التفاصيل ولدينا الكثير يعني، لكن يعني للأمانة يعني واحدة من الأمور اللي شخصناها يعني أنا للأمانة يعني اتحاد كرة القدم يستمع، من يستمع من تكون أنت فعلا بذاتك بقرارة نفسك أنه أنت تنتقد للتصحيح ويستمع منك الاتحاد، فهذه إيجابية تحسب لاتحاد كرة القدم. وأنا تكلمت حتى عن المنتخب الناشئين مثلا، قلت احنا اهمالنا بالفئات العمرية، وصار حتى المنتخبات يعني منتخب الناشئين عندهم بطولة غرب آسيا وكانت ما متجدد عقدهم، من تحدثنا الاتحاد استمع واتجه لهذه الجزئية. طالما يستمع نتمنى أن يصل صوتنا بدور الفئات العمرية مثل ما تحدث كابتن. أولا شوف الفئات العمرية 4 فرق، أتحداك الأندية يمكن ناديين ثلاثة تطلع عندهم ملاعب تستوعب هاي 4 فرق، وراح تمرنوا انتخابات ما عندها ملاعب تدريب، فكثير من التفاصيل تحتاج إلى اهتمام. نعم أنت يدور برأسك أنه أنت تبحث عن تطوير للفئات العمرية، وأنا معاك بهذا الموضوع ولابد منه يعني حتى نضمن دوري انسيار. مهم هساني أنا يعني عذر المقاطعة لكن بس أسأل كابتن مشتاق حتى لا أروح لموضوع المحترفين، دوري السعودي 8 محترفين يمكن أكثر ولا ما إيه 8 دوري دوري شوك تأسسوا هاي 10 سنوات بس أنا أقول لك أنت من تجيب اليوم 6 عندك 4 محليين راح يكونوا ذاك من ذاك اللاعب اللي راح يلعب يا كابتن، وقيمه اللاعب محلي وين منتخبك؟ بقول لك كواليتي العالي اللي راح يلعب منتخب المباريات منتخبك وين زين منتخبك وين؟ انا احكي على المنتخب، انا عوف الانديه، انا احكي مجال المنتخب مالتي، احنا ما عندنا منتخب وطني بهذا الشكل. اي يعني انت مشكله انت تقول هسه حتى الكابتن تفضل سعد ميثم يقول تدريجي، انا شلون اعالج هذا الوضع اذا ما تقيمه اللاعب المحلي خليه يلعب بات كثيره حتى يتطور، احنا ذاك كل فريق يلعب بس 4، هسه انت تقول لازم استمراريه نعم لا انت تقول لي مستوى عالي، انت شلون يصير مستوى عالي؟ خليك محترفين وخلي هاي المراكز هاي هي المراكز اللي يقول عليها الحساسه ما موجوده، احنا المنتخب ما ندي يعاني، انا احكي انا كل كلامي جانب فني، يعني اذا حد يتصور البعض يعني هسه كل الاعلام اخواننا بالجروبات احنا مو ضد المحترف نهائيا، محترف على مستوى عالي يخدم الدوري العراقي نستفاد من عنده حتى اللاعبين يستفادوا من عنده، بس حددوا لكم بس مو شحد دقيقه انتوا شو كنتوا بديتوا مو كنتوا تجيبون محترفين في وقتها تلعبون باسماء كان احسن كابتن تجربه مع كابتن حسن احمد كابتن ابو شوق من تحياتنا له 5 سنوات احنا ما بدون محترفين وطلعنا المركز الثاني لا بس هسه الوضع اختلف نعم داود الوضع اختلف هسه الوضع اختلف الوضع اختلف حددوا من 90 فما دون يعني انت عندك 2 يمكن خارج نعم تصنيف 2 سويت والله عمي 2 90 فما دون، فهذا المفروض يعني يكون اكو ارتقاء بنوع المحترفين وفق هذا التصنيف اللي تحدثون عنه اتحاد كره القدم انه 90 فما دون المفروض تكون. شوف راح اقول لك شغله، هي دوري المحترفين للامانه يعني فكره دوري المحترفين والانتقال الى دوري المحترفين هو مو كلام، هو انا اقول لك يعني عده بناء شروط وبناء تطوير انتقال، يعني انت ما ممكن انه مباشرة تنتقل لدور المحترفين، وهذا مو فكر اتحاد كرة القدم فقط، فكر أندية. يعني أنا يعني جدا سعيد بأنه هناك أندية تفكر بالمنتخب الوطني أكثر مما تفكر ببناء الهرم الهيكلي للدوري، لأنه بالتالي للأمانة أنه أنت فعلا هو الهاجس الأكبر هو المنتخبات الوطنية، لأن هو الدوري أصلا نوجد حتى نكتشف منه مواهبنا اللي تمثل الوطن بالأخير، لكن هذا مو حديث فقط، هذا عدة اعتبارات، هذا الجزء الأكبر هو طبعا على اتحاد كرة القدم اللي هي البناء والتطوير، يبقى فكر الأندية كذلك بالانتقال، فكر الأندية بالانتقال لدوري المحترفين اللي تحدث عنه الكابتن، يعني تكلم لك نادي انه يعني هذا سعر المحترف أقل، انا ما اعتقد انه هذا راح يشكل لك فكر اداري ينتقل. مشكلة الاداره سيقول لك اداره نادي يقول لك انا اجيب لي محترفين ارخص من المحلي، بس شوف اتعاقد ويا واحد خلينا نكون واقعيين لو لاعب من بس انا اسالك استاذ مشتاق، بس احنا لحد الان لين نقول كلمه دوري محترفين دوري نجوم العراق، لا احنا بدنا نقول للانتقال 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 لدوري المحترفين حتى للانتقال
هسه قل لي يا نادي عندنا موجود هسه بالعراق يا نادي العراق يقدر يلعب دور محترفين. ماكو انا اقول لك ماكو احنا بس احنا الفرق الكبيره نريد ننتقل ما عندها ملاعب ما نريد ننتقل لا ننتقل اليوم خطوات اليوم المشروع اللي تتحدث به بنادي النفط هذا ممكن ان ينقلك مباشره لدور المحترفين. شعب رجعت ما ارتبطتوا بشركه سوما ورئيس النادي وكيل وزير النفط؟ لا رئيس النادي مدير عام مدير شركه توزيع منتجات نفطيه شركه احنا عمان وكيل وزير. لا لا احنا شردنا هسه شركتين احنا الشركتين هسه تلعب النادي هي شركه توزيع منتجات نفطيه المحترمه المتمثله الاستاذ حسين طالب انتم هينا يصيرون شركه اي ولدنا الشركه الثانيه شركه سومو لان هي شركه اكبر شركه موجوده. بس تعرف هاي قرارات مو قراراتنا قرارات وزاره احنا نشكر حتى نشكر وزير النفط يعني داعم هو للرياضه بس شغله بالعمل يعني انا اقول يمكن هاي فرق المؤسساتيه نادي النفط هسه احنا نادي الام لوزاره النفط احنا لو الناس المعنيين صاحبين القرار يعني يشوفون دولة رئيس الوزراء قد داعم للرياضه لو بس يلتفون على نادي النفط يمكن يصير افضل نادي بالعراق او بالمنطقه العربيه. ليش؟ لان انت والنفط كله من عندنا زين وين احنا موازنات الانديه كلها من النفط مو كلها وين يعني شغلات العراق كلها من صدقني النفط. شغلات بسيطه يعني انت تحكي ذاك الزمن انت تجي هسه اي شركه تتعاقد مع وزاره النفط يا ب 1% 2% نادي النفط او معسكر نادي النفط اي شركه تعاقد صينيه مو فرنسيه اي المانيه هي مشاريع الوزارات اي يعني انا قصدي هذا يعني يحتاج حتى توجيه من دوله رئيس الوزراء قد هو داعم للرياضه بنفس الوقت لازم توجيه للوزارات يعني يمكن احنا كل الانديه المؤسسات عاني هسه كل الانديه يقول مثلا يجي واحد يقول لك بالعافيه فلوس وهذا احنا عمي كنا نعاني الروتين هذا الروتين مالنا صرف المستحقات هاي كلها بس بنفس الوقت ارجع اقول دوله رئيس الوزراء ما تقول داعم للرياضه لازم كلها تدعم هذا اللي يريده. زين انا اكو نقطه هسه بس انت تكلمتوا على الدعم و ال 150 مليون ليش اعترضتوا عليه؟ هاي انت ترجعنا على اللقاء مال باحي من قال لك سلف نعيم صدام تحياتي جاي اسال لا نعيم هسه يقول انا كابتن نعيم تحياتي يقول انا قالوا راح نقسط لكم اياها 75 دفعه اولى 75 دفعه لا صارت 50 هاي شنو هاي؟ هاي من البال على اليوم نزل 50 والله عمي زين لا 50 و100 من اخ تلفزيوني احنا ايش طلبنا الانديه؟ طلبنا كلها يعني دفعونا هسه 50 نعم احنا ايش طلبنا الانديه من ضمن المقترحات مالتنا قلنا لا كلها من النقل التلفزيوني هاي واحد اثنين النقل التلفزيوني السنه القادمه اي شركه تاخذ نقل تلفزيوني ما يصير اتفاق وياها الا بوجود الانديه. احنا العام احنا وزعونا كل واحد 50 مليون كل الانديه والباقي يعني تعرف الشركه الناقله اخذت 6 مليار مليارين صرفيات مال الاتحاد يعني مال الدوري 4 4 4 4 مال الدوري يعني هي كلها كانت 10 10 هاي السنه يعني انا السعر راح يزداد احنا قلنا ماكو اي موافقه الا بوجود الانديه يا ابو مطلوبين يعني انتم مطلوبين اي مطلوبين نعم. والله مطلوبين مليار تقريبا للحكام انتم تطلبون اكو عجز تطلبون مرحلة اتحاد مرحله كامله اي اتحاد مو انديه اي مو لا لا هي منين تروح هي منين راح تروح شلون سيد يتكلم لك كابتن بدقه ترى واضحه دا يقول لك انه فلوس النقل التلفزيون وزعت بهذه الطريقه بقى اكو عجز بالموازنه الدوري اللي هي اجور الحكام هسه هاي شلون راح تحل شلون راح تبوب ما اعرف بس لا تروحون بالبوس حتى الاشتراك احنا كنا احترضنا الانديه يعني صراحه كنا احنا قلنا احنا هو دوري عراقي ودورينا احنا ليش احنا ندفع هذا الاشتراك احنا جايين من غير دوري لا بس مو دوري بس يعني هذا معمول به بكل دول العالم كل دوريات العالم كابتن كل دوريات العالم معمول به بالبريمير ليج معمول بي بالليغا معمول بي بالدوري السعودي معمول بي كابتن بالدوري القطري معمول بي 850 مال الملاعب نعم 850 شنو يعني دقيقه اوقف الانديه ايش تصير 850 للملاعب يعني 4 مليارات اسمعني وين 4 مليارات 4 مليارات مو انت هسه انت مو يقولون 4 مليارات كابتن انت من تقول 4 مليار يعني انت شوف الشيء كبير 4 مليار اجي اقسمك اياها هسه احنا نادي النفط احنا عندنا قدم انت تجي بمكاني تجي تقعد على الحسابات تشوف فريق الاول شلون تشكيله مو نجي على الفئات العمريه مو احنا حتى السله ستوقفنا شوف كابتن مشتاق ترى هذا مفهوم غلط إيه؟ ترى هذا مفهوم غلط يعني ترى الاربع مليار شنو 4 مليار ترى الاربع مليار اللي تكلم عنها دوله رئيس الوزراء هي لفريق القدم مو للنادي المفروض فقط المفروض كره القدم انا وجهت رساله للسيد خالد قبيان والاستاذ اياد بنيان يا اخوان انتم مستشارين نقول القرار باخطاء راجع القرار كاتبين 4 مليار للانديه المشاركه بالدوري والمحترفين
الأندية يعني بس القدم يعني أنا هسه ما أقدر أدفع السلة مخالف أو غير نادي عنده أكثر من لعبة شلون يدفع؟ يعني انت هاي الاربع مليار انت هاي واحد راح تجيك انت ميزانيتك اللي تاخذها ما عندنا غير ميزانيه المفروض المفروض لازم هيك احنا ما عندنا غير ميزانيه كابتن هسه قبل الاربع مليار مليارين كانت مليارين وين صارت اربع مليار هاي شنو؟ والله ماكو لا هاي مو هاي الاربع مليار هاي تجيك الفريق كره القدم فقط كابتن و850 من عندها بيها 850 تروح تدفع بيها 150 من ضمن ال 850 لا لا 150 للتطوير الكوادر لا 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 اسمح لي هذا الكابتن مشتاق لا لا من غيرها 850 من غيرها مليار يعني مليار مليار اوكي مليار هاي تطوير كوادر وعندك ملاعب وبنى تحتيه واشتراك 150 دقيقه مليار لا لا مليار ثاني ايش قد بقى مليارين و850 نحكي بالمليارات بعد احنا خلي احكي لك انت الصراحه كل الاعلام فاهمين القرار خطا هو احنا بكره القدم اي نعم لا, لا اللي نعرفه واللي سالنا لا. واللي هاي فقط لفريق كره القدم هاي الأربعة مليار بس الفهم اللي صار جزء من الشركه من عندكم لا لا انت هسه عندك أربعة مليار من غير الموازنه عودي هاي كلها مفهوم بالشارع الرياضي يا اخوان كل شارع الرياضي خليه يعرف أربعة مليار فقط ميزانيه الانديه المؤسساتيه وغير المؤسساتيه أربعة مليار اكو انديه ما اخذت أربعة مليار ليش عندها اشتراكات فلان غير فريق وغير احنا بالنسبه لنادي النفط 4 مليار فقط هي 3 مليار وتبقى يعني مليار الشرطه والجويه يروحون هم من هاي الموازنات اللي عندهم يروحون ياخذون 4 مليار وهاي تنقطع مالتهم اللي كانوا ياخذوها السته والسبعه لا مستقطعات بعض الانديه مو انا هاي اللي جاي اقول لك عليها انتم هسه هاي الاربعه كان المفروض انتم تفهمون الوزاره الشركه تقولون هاي اربعه فقط لكره القدم هذا كل الكلام تحكيه تكلمناه وحكيناه احنا غير 4 مليار ماكو اي فلس واحد يعني شرح القرار يحتاج كان إيضاحات أكثر بأنه فضل. الأربعة مليار هي مخصصة لفرق كرة القدم وليس للنادي كان المفروض تشرح بتفصيلها بتفصيلها بالكتاب نفسه سائبة. من بقت سائبة الجهات الراعية فهمت أنه الأربعة مليار يخصص كل النادي لأنه تعرف شنو خلنا نكون واقعين السياسيين ترى مو قريبين على الرياضة ما يفهم اللغة الرياضية بأنه فريق كرة القدم غير نادي الرياضي النادي الرياضي يشمل عدة ألعاب ففريق كرة القدم جزء من كل هسه كلها تسمع 4 مليار عبالك يعني فشي رقم انت تعال شوف العالم وين وصلت احنا مو صحيح نوصل مو صحيح اللي دا اقوله النادي يشمل عدة ألعاب هم من قال لك دوري المحترفين يقصد الأربع مليار دوري المحترفين فقط لفريق كرة القدم اما بقية الألعاب انا مو اهملها لانه البعض فهم قرار رئيس الوزراء بطريقة خاطئة يجب ان يصحح هذا الموضوع لانه للامانه يعني بعض الالعاب راح تندثر بهذه الطريقه. استاذ داود احنا قدمنا كتاب لدوله رئيس الوزراء عن طريق وزير النفط. احنا ما اشتركنا بالسله قدمنا كتاب يا اخوان نلعب السله، احنا بطل دوري 6 سنوات. يا اخي شلون نوقف هذا الفريق؟ ما قدرنا كلهم لاعبين منتخب يعني ميزانيه السله بوحده مليار وربع مليار ونص. احنا 6 سنوات بطل دوري قدمنا كتاب ولحد يعني كتاب مواصل. وفريق زين انت قلت انا حكيت ويا المستشارين سيد خالد قبيان وعياد بن شنو اللي قالوا لك؟ قالوا لي هذه يعني ها يعني لحد ما صار حل تكلمنا وهسه هاي اللقاء اليوم وكل اللقاءات حكينا بيها ما صار تصحيح بقى القرار نفسه بقى انه القرار هو 4 مليار 4 مليار اذا اذا هم ماشيين باتجاه 4 مليار خليه يصحح القرار لا يكتب بانه هو مخصصه لدور المحترفين الانديه المشاركه بدور المحترفين هل يكتب بانه موازنه الانديه بجميع تفاصيلها يعني هسه ترى القرار واضح والله العظيم لا يراد لروح للقاضي ولا واضح بس تتعلم يعني هي المؤسسه من تجي كاتب موازنه كل نادي مو كاتب الانديه المشاركه في دوري نجوم العراق يعني 4 مليار لكره القدم كاتبين نعم. لا كاتبين دوري محترفين مو نجوم العراق اي كاتبين دوري محترفين صح زين هسه هذا يراد لروح للقاضي مو يعني هذا من الشركات من المؤسسات اللي ترعاك انت وترعى البقيه وحتى المحافظين والله احنا نتمنى من عندك انت تسوي دعوه هنا شو اسوي دعوه؟ عمي الشركات حتى يدعموا له عمي هاي شركات يا اخوان ترى الكتاب واضح كان واضح الساده الوزراء الساده وكلاء الوزراء الساده المدراء العامين الساده المحافظين محافظين كربلاء النجف كلها البصرة كلها الكتاب واضح القرار يقول من دولة رئيس الوزراء 4 مليار لكل نادي مشارك في دوري المحترفين لكرة القدم ما قال هذا ميزانية كل نادي يعني سواء واضحة هي كلمة ما يراد لبي عندك القرار موجود اي موجود خلي اشوفه طلع لي خلي اشوفه
هذا القرار انا يعني انا بوقتها قبل سنه كان هسه الاربعه هم ما صفت عليها هم ما صرفت طلع من عندها مليار ملاعب هسه قول لي انت ثلاثه لا مليارين و850 اللي عنده بقيه العاب شلون راح يمشي الموضوع صعب يعني لا تتصور بدنا نشوف احنا اللاعبين 400 و500 مليون يعني زين صعب. زين انا اكو سؤال اكو سؤال اكو عمليه ال عملية الأمور اللعب المالي النظيف هذا أعتقد أكو هيك شيء يعني حتى في الدوري الإسباني موجودين أكو سقف لعقود اللاعبين هنجاب عليهم عقود لاعبين أسعم هذا رزقهم إحنا شعلينا أكو لاعبين 300 و400 و600 و700 و800 ماكو هيك رقم شوف هذا الموضوع هذا قاعد يثقل باقي الأندية داود أنا دا أسأل هو أكو عقود موحدة أنا حسب ما فهمت يعني كنت عقود موحدة عقود موحدة الاتحاد اعتمد على عقود موحدة اعتمد على بعض الشروط اللي بيها إلزام الأندية لكن ما تطرق إلى تحديد سقف مالي لهذا الموضوع اي وبالتالي هنا همين هنا هذا اللي تقول عليه أنت اللعب المالي النظيف راح يبقى كذلك مفتوح لو كان أكو تحديد سقف مالي أنا صعب. أعتقد ممكن تكون أكو عدالة بالموضوع أما أنه يبقى الموضوع كل الأمور اللي تترك بشكل سائل تبقى قابلة للمرونة وبالتالي كل واحد يتلاعب بها بالطريقة اللي تناسبه أنا ما أعرف يعني أنه هسه اليوم أنت حتى بالنسبة للعقود أنا أعرف كان أنه على أساس يكون هناك عقد موحد وثابت هو عقد لأرقام موحد. اللاعب لعقود اللاعبين لا بدون أرقام مالية بدون أرقام. الأرقام مالية متروكة للأندية وهو هذا الموضوع قلت لك عليه يعني لو كان يعني فكرنا أنه نوحد العقود على الأقل نخلي بيه سقف مالي مثل ما قلت حتى نضمن اللعب النظيف مو تقصد اللعب المالي النظيف إيه حتى ما تتجاوز يعني ممكن تعرف يمكن ناد بحجم برشلونة يمكن دفع ثمن الموازنات المالية والالتزام بها والسياسة المالية النظيفة فبالتالي يعني إحنا شوف مو قلت لك الانتقال لدور محترفين يجب أن نلتزم بكثير من التفاصيل أنا واحدة من الأمور اللي نتحدث عنها الحكام يعني شلون راح ينطلق دوري هسه دوري نجوم العراق وانت ما عندك رئيس لجنة حكام لحد الآن هذا يعني خطأ كبير يجب أن يلتفت الاتحاد كرة القدم حتى يجنب نفسه القال وإحنا العام فار والدنيا مشتعلة قصارت حكيتوا بهذا الموضوع مال الحكام مال الحكام حكينا هسه قبل الله حيوزعونا رئيس لجنة الحكام رئيس الانضباط الاستئناف كل واحد لجنة ما تلازم موجودة ضمن اللائحة توصلنا قبل بداية الدوري يعني قالوا خلال أسبوعين توصل خلال أسبوعين هاي لجنة المسابقة لجنة الانضباط أي المفروض توصل قبل يعني أكو المفروض يكون أكو التزام بها وتدرس لأنه شوف بعض الأخطاء اللي سقط بها اتحاد كرة القدم واحدة من عدها يمكن مال العام الماضي اللي صارت بها مشكلة بين زاخو والقوى الجوية يمكن مال الشرطة. اللاعب عفوا زاخو والشرطة اللي هي تصنيف المنتخبات اللي يجي منها المحترفين أو الدول اللي تيجي منها المحترفين ليه تكرر بهذا أنت من تعمم بوقت مبكر اللائحة مالتك أنت خلاص تكون بالسليم وتلزم الأندية باحترامها فهم يمكن من ضمن المقررات أنه يعني قبل اسبوعين المفروض توصل لائحه المسابقات والانضباط مو طيب اي مو قبل اسبوعين من لا هو يقصد الحكام يعني هل من المعقول تدخلون دوري لحد الان ما مسمين رئيس لجنه حكام ترى مشكله عندكم العام بالحكام طيب. الانديه كلها كان عندها اعتراض مع وجود الفار كانت اعتراضات كثيره ثم يعني حتى ما اثير شبهات للامانه الموسم اللي يجي موسم انتخابات فهمني انتخابات الدوري الممتاز مهم دوري الصالات مهم دوري الشاطئية مهم دوري لا 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 جديات يعني انت تحدث شنو يعني شنو جاي تقصد شنو شخصد الموسم الجاي راح تحدد الأندية اللي راح تدخل ضمن الهيئة العامة وبالتالي يعني الضغوطات كبيرة فالحكام يجب أن يكون من الآن رئيس لجنة حكام يعرف كيف يوجه طريقة زي. العمل حتى لا تكون اكو تدخلات انت تعرف يعني ترى يعني شئنا ما بين ما زال كثير من اعضاء الاتحاد يعملون بانديتهم هذا واقع حال لحد يحاول يعني يجي يمين ويسار ما زال هناك اعضاء اتحاد هم فاعلين بانديتهم ويعملون لانديتهم داخل الاتحاد هذا واقع حال حتى احنا موضوع الحكام يعني كل عام عانينا كثير عانينا بمن يعني ما اعطينا قيمه للحكم العراقي يعني كل اللعبات نقول الحساسة أو اللعبات الكبيرة جبنا بيها حكام من الخارج
وهذا اثرنا على الحكم العراقي. ليش الحكم مالنا العراقي بس بنفس الوقت الانديه لازم تدعم؟ لا 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 وانتم اعتراضات على الحكام دكتور. انا خلي دكتور والله حاله زين. احنا جماعتنا مو يروحون يحكمون بتونس، هو من يحكمون بليبيا وبالاردن؟ احنا من نحكم برا، حكامنا على مستوى عالي. اي احنا ما كابتن من اثر على الحكام ومن اعترض على الحكام ومن اعترض على الحكام؟ ترى الانديه خلينا نكون واقعيين، يعني انت تتكلم عن شيء هم الانديه سببه، الانديه سببه، حتى سببه الاتحاد شاركوا بالقرار، هو نتيجه شاركوا بالقرار. يعني بالعكس انا دائما القرار النهائي، يعني اذا الحكم مالي ما يحكم هاي اللعبات الجماهيريه نقول، او اللعبات الحساسه بعدين ما ليش ما يخالف، هو قرار الانديه طالبت به وقرار الاتحاد نفذه. نعم الاتحاد مسؤول عن نادي قرار. نادي نادي مثل الزوراء وجاي يقول لك انا اريد حكم عربي اجنبي، يعني وين راح قيمه الحكم العربي؟ هم يريدون هذا الشيء. إيه السبب؟ هم يريدون هذا الشيء، مخلينا وصلنا احنا السبب ما خلينا قيمه للحكم العراقي. كابتن هم على اعتبار انه الحكم الاجنبي ما يتعامل بالضغوط. انا بس حتى اختبار الموضوع، انت قلت احنا ما عندنا، وقائمه كاس عسل الاخيره تقريبا 11 لاعب محترف عندنا خارج العراق، عندنا فرانس بطرس، ميرخاز دوسكي، حسين علي، دانييلو سعيد، يوسف الامين، بايش، نعم، زيدان اقبال، امير العماري، علي جاسم، علي الحمادي، ايمن حسين، 11 لاعب محترف لمباراتي عمان والكويت، وراح ينضاف لهم باللاعبين المعسكر الان في الدوحه. نعم استاذ داود، انا اقول رساله للمدرب كاساس، كنا معاك لتحقيق الحلم، بعد ما بيها تجريب المرحله القادمه مرحله صعبه، زين تراد تركيز اكثر، علينا احنا بعد علينا نروح نقول بالصحيح، حتى موضوع اللاعبين والتشكيل، يعني احكي من جانب الفني، اني اكو لازم استقرار بالتشكيل، اكو استقرار باسلوب اللعب، لان كلنا لازم نعالجين. احنا المرحله الاولى عبرنا، اكو عندنا بعض الاخطاء البسيطه الفنيه، هي موجوده بكل المنتخبات، بس خلي يعرف كابتن كاساس وحتى الاتحاد كانديه كشارع رياضي كرياضي، كنا مع المنتخب العراقي تحقيق الحلم، تحقيق الحلم. زين انا بس هاي اوصلها يعني للمدرب، حتى يعني حتى هو يرتاح، كل الشارع وياك، كل الرياضيين احنا وياك، يعني مرحله اي لان المرحله القادمه مرحله صعبه، يراد تركيز بها اكثر، حتى اللاعبين وجهود. حتى موضوع انضباط اللاعبين بالفندق موضوع، يعني هذا احنا نعاني به كل بطوله، نعاني به يعني هذا الموضوع حساس كلش، يعني احنا شفناه مال اسيا بطوله الخليج نعاني من عنده، اتمنى هذا من الاولمبي هم صارت. نعم ان شاء الله. طيب حتى الاولمبي صار زين. شنو تقول على القائمه؟ شوف للامانه يعني عمل اتحاد كره القدم مع فيما يخص المنتخبات 10 على 10، بحث عن استقرار، التمسك بكاساس، محاوله انهاء الجدل سريع قضيه كاساس، التوجه الى التصفيات بطريقه هادئه، اتاحت الفرصه للكابتن كاساس يختار ادواته بدون كل ضغوطات، وهو اللي صار مطلع على كل مستويات اللاعبين من خلال المراحل السابقه بالتجريب ومتابعه اللاعبين، وبالتالي هو يعرف ادواته بشكل جيد، وبالتالي انا اعتقد انه ظروف مؤاتيه. بالتالي اكو قضيه هم مهمه، يعني دعم الانديه اليوم مختلف عن في السنوات السابقه او التصفيات السابقه، على اعتبار انه الانديه تشعر انه احنا على بعد خطوه من التاهل للمونديال، وبالتالي هذا الاحساس عند الانديه لتسهيل مهمه كاساس، هذا هم احساس وطني يضاف، نقطه ايجابيه تضاف لي او ورقه رابحه بيد كاساس. القضيه الاهم قضيه اللعب بارضنا وبملعبنا، انا اعتقد انه هاي هي النقطه الجوهريه اللي راح تحسم هذا الموضوع بالتاهل الى المونديال. كل الامور جيده جدا، اتحاد موفر كل الاشياء، حتى اصلا موازنه الاتحاد صار بها عجز بسبب توفير كل مستلزمات الراحه والاسترخاء للمنتخب الوطني، طائرات خاصه، كثير من التفاصيل ومعسكرات حتى توفر، ف يعني ماكو عذر بعدم، لا لا ماكو عذر، ماكو عذر، فان شاء الله الامور ماشيه بالاتجاه الصحيح ان شاء الله. شكرا لك سيد مهتم مدير مكتب الاعلامي نادي الطلبه، شكرا لك دكتور، شرفتني اليوم، الله يخليك، اداري نادي النفط، واتمنى لكم التوفيق للفريق ان شاء الله للنفط والطلبه. شكرا لكم مشاهدينا، تصبحون على الف خير، تلقيكم باكر الى اللقاء.